السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوات أمن المنشآت تعلن فتح باب القبول على الوظائف العسكرية للرجال على رتبة جندي عبر أبشر للتوظيف. ده الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. قوات أمن المنشآت بتعلن قوات أمن المنشآت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت رجال على رتبة جندي. الشروط المطلوبة للتقديم لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، واستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو انهيت خدماته في أحد الكليات أو المركز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية. ألا يكون متزوجا من غير سعودية. أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات القبول. أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب لائحة طبية. في تنبيه مهم هنا على المتقدم: الدخول على منصة مؤهل. كل المتقدمين يدخل على منصة مؤهل بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل والتأكد من انطباق البيانات للمؤهل عبر منصة مؤهل. يتم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف من بيانات التسجيل حسب الشروط. يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 19/8/1444 الموافق 11/3/2023، وانتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 24/8/1444 بموافق 16/3/2023. التقديم عبر موقع أبشر للتوظيف. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.